والآن جاء موعد أخبار المال والأعمال تقدمه لنا دينا شرف. شكرا لك يا آية، شكرا لك يا ياسر. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. استقبل وزير التجارة والصناعة أحمد سمير سفير السعودية بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي، واستعرض اللقاء ملفات التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز التجارة البينية. وقال وزير التجارة إن مصر لديها قدرات تصنيعية هائلة في مختلف الصناعات، ويتمتع المنتج المصري برواج كبير في مختلف الأسواق الخارجية. كما أشار الوزير إلى سعي مصر لتعظيم الاستفادة من كافة الثروات المتاحة والتوسع في تصنيعها بهدف زيادة قيمتها المضافة وإتاحتها في الأسواق المصرية والعربية. عقد وزير البترول طارق الملا جلسة مباحثات مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية ناتاشا بليديس، كما عقد عدة اجتماعات مع رؤساء شركات عالمية في إطار مشاركة في مؤتمر غاستيك 2022 بمدينة ميلانو الإيطالية. واستعرض الملا خلال اللقاءات الموقف الحالي لاكتشافات الغاز التي تحققت في قبرص وكيفية تعظيم الاستفادة منها والاستفادة من التسهيلات والبنية الأساسية التي تمتلكها مصر لاستقبال الغاز القبرصي، وذلك بعد تنمية الاكتشافات بما يحقق صالح البلدين. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين. وارتفع رأس المال السوقي بنحو 8.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 703 مليارات و711 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 10177 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.49%، ليغلق عند مستوى 10329 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان عند مستوى 2233 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.93%، ليغلق عند مستوى 2276 نقطة. وفتح مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 3204 نقاط، ليصعد بنسبة 1.77%، ليغلق عند مستوى 3260 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيها و19 قرشا للشراء و19 جنيها و26 قرشا للبيع، كما سجل اليورو 19 جنيها و5 قروش للشراء و19 جنيها و13 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني سجل 22 جنيها و21 قرشا للشراء و22 جنيها و31 قرشا للبيع. الدرهم الإماراتي سجل 5 جنيهات و22 قرشا للشراء و5 جنيهات و24 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيهات و10 قروش للشراء و5 جنيهات و12 قرشا للبيع. وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1718 دولارا للأوقية، ومحليا سجل عيار 18 نحو 950 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1108 جنيهات للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1266 جنيها، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 8864 جنيها. استمر الين الياباني الحساس لتحركات الأسعار الفائدة في الانخفاض متجاوزا حاجز 142 مقابل الدولار، بينما حاول الجنيه الاسترليني واليورو التعافي من أدنى مستوياتهما في عدة سنوات مقابل الدولار في هذا اليوم السابق، لكن اليورو لم يفلح في ذلك، وصعد الدولار 1.7% مقابل الين
إلى 142.1، وهو أعلى مستوى جديد في 24 عاماً. وصعد كل من الجنيه الإسترليني واليورو بما يزيد عن 0.6% مقابل الدولار في التعاملات الصباحية في أوروبا، ليسجلان 1.15 دولاراً و99 دولاراً على التوالي. ختام أخبار الاقتصاد.